ريت نتساعد بيكون أسهل لنا اتنيناتنا. مش رح ضل اسحب الحكي من تمك سهل. أنا حبيبة ياسين بطار، عمري في حياتي ما احترت زي دلوقتي. محتارة عشان مش فاهمة الحكاية اللي أنا هحكيها، حكاية ملخبطة وصعبة. علشان يتفهم آخرها لازم أرجع لأولها، وما بين آخرها وأولها حاجات كتير قوي أنا مش عايزة أفتكرها، مش عارفة أبتدي منين.